بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه ومن استنى بسنته واتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام طيناس تلينج عند من عند من ولا من أدرى الله سبحانه وتعالى هلم لدك يمن السب بخير لا يمن نجنا نيرجن الله سبحانه وتعالى هن أمة لي أمة أدرجوتان أمة الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم لي كهن الأمة كميه نبت عندنا النام الله سبحانه وتعالى أن يندمو كسر تشو أمة الرجن አላህ ስብሐናሁ ወተአላ አልሐምዱሊላህ በማለት እናመሰግናለን እናም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይሄንን ኡማ ልዩ ካደረገበት ነገሮች መካከል አንዱ አልቁርአን ቁርአናችን ነው ይህ በእጃችን የሚገኘው ቁርአን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በሁሉ ሁኔታ ውስጥ ገር ያደረገልን ቁርአን ለማፈዝ لممار لمتواوس بهلو هوني تاوچس بنفل القرآن قرهونو أننا الله سبحانه وتعالى من الالم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إلى الله سبحانه وتعالى قرآن قرنو الله قرأ أرقول لنا لمن فز ለመተዋወስ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ገር አርጎታል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ደግሞ ከመቀየር ጠብቆታል እንዳለፉት መጻሕፍቶች አይደለም ምንም አይነት ቅያሬ ሊገባበት አይችልም ምንም አይነት ጭማሬ ሊታከልበት አይችልም ምንም አይነት ቅናሽ ሊደርስበት አይችልም ቁርአን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ يميت أو الله سبحانه وتعالى يمينك باكباونو الله سبحانه وتعالى أن يانم دقمو قرآن عند النمار عند النانب عزونال من إلى الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا إلى الله سبحانه وتعالى من إلى الله سبحانه وتعالى هنم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إلى الله سبحانه وتعالى جل في أولاه قرآناً يميك أراء من الله سبحانه وتعالى لي سوء الله سبحانه وتعالى النام قرآناً هل يم الله هل يمكن الله يا الله الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يا الله سبحانه وتعالى قرآن يا الله سبحانه وتعالى يا الله يا أستكاكلو يا الله يا الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية كسط أنا سيساي بمسترم هنا بجلس يم يلقسو ويدقمو يلقسو كزاس يرجون تجارة لن تبور بفصم يم تكسر بفصوم يم ما تكسر كسارة ما يدرس باتن نقد الله سبحانه وتعالى تسفى يا درقان الولال من يدرق الله الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور اللهم سبحانه وتعالى بزيبوتا من يدرق الله شوال من دهو لمولا لمولان لِيَوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ مِنْ دَاَتْ شَوْلِمُ وَلَا لَّا تَشَوْا لِيَشْ أَمَّرَ تَسْفَا يَدَرْ الله سبحانه وتعالى أرسو بطأم مهاري أمس قانينا إلى الله سبحانه وتعالى النام الله سبحانه وتعالى قرآن كم ينبو قرآن كم يبفز እናት አባቶቻቸውንም ወንድም እህቶቻቸውንም እንዲያፍዙና እንዲያነቡ ከሚያነሳሱ አላ ስብሓንሁ ወተላ ይከትበን እናም አላ ስብሓንሁ ወተላ አላ በራሕመቱ ከነሱ ይከትበን እያል እስቲ ቁርአንን በማንበብ ቁርአንን በማፈዝ የምናገኛቸውን የተለያዩ ችሮታዎች እስቲ እንመልከት ምን ይላሉ نبي صلى الله عليه أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال حديث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام مسلم بزقبت حديث ست. ምን ይላሉ ነቢ صላ ላሁ ወሰለም ቁርአንን አንብቡ እሱ እኮ ቁርአን በትንሳኤ ቀን ለባለቤቶቹ አማላጅ ሆኖ ይቀርባል ይላሉ صላ ላሁ ለ እንግዲህ አማላጅ ጭንቀት ዛየየውም ልቅያማ ሰዎች በተጨነቁበት ቀን ላባቸው እስከ ጎሮሯቸው በደረሰበት ቀን ጭንቀት በየቦታው ባል بس أنك اتشو كن النات اللي جوان بمتش كن ارقوز كهودوا سانسوا بمي وردبت بزيا جنك كان. يوم تضعو كل مرضع كل 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 ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يا يشنككن، كن سوت سكروا سكرم من مم بمم مسلوبت كن سكاري للباتجو كتشن تاتي تنسان دزاب ميونو بات كن هس انات بمشا بتو قرآن بزيا كن كوران قرآن اندي هون ل كوران يا كوران بلا هون يا كوران بلا هون ين هتي الله سبحانه وتعالى كان نسوي يكتبننا نبي صلى الله عليه وسلم أهونم كان نواس بن سمعان بتلالفا حديث سمع مني ال نواس بن سمعان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي يو يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سوره البقره وال عمران تحاجان عن صاحبيهما عن صاحبهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائك سوج በሚጨነቁበት ቀን እንኳን ሌላ ይቅርና ነቢዮችና ሩሱሎች ነፍሲ ነፍሲ በዚያ በሚሉበት ቀን በዚያ በትንሣኤ ዕለት ቁርአን በምድራዊ ዓለም በሱ ይሰሩበት የነበሩ ባለቤቶቹ ይቀርቡና በየተራ የበቀራና ሱረቱ በቀራና ሱረቱ አሊ ዕምራን እየመጡ ለባለቤቶቻቸው ማለትም በዚች ዱንያ ላይ ሲቀሯቸው ለነበሩ ሰዎች ምስክርነታቸውን ይሰጡላቸዋል አላሁ አክበር ያ ረቢ ከነሱ አድርገን ያ ረቢ ከነሱ ከትበን ያ ረቢ ከነሱ ከትበን እናም እንበርታ እንበርታ ቁርአንን የምንችል ሙሉውን እናንብበው ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ويدك ملون يما ناك يما نشلون النكرا يما ناك مو من الى عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين من الى لو ذو النورين يا نبي صلى الله عليه وسلم ولد سيت جوتشا عثمان بن عفان من الى لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم إلى اللو لبو تشا تشو لبو تشا تشو يطرو بهو النور لبو تشو طرطيالو النور كالله سبحانه وتعالى قرآن مَكْرَاتُ بالتأكّاب تشيخون ابال رضي الله عنه وارضاه السات اهونم باستلال لفوت حديث بخاب بخاري النا مسلم بتزجبلن حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه بلاج عجه قرآن أمبو ويلمو قرآن تمرو نو بلوال رضي الله عنه وارضاه نبي صلى الله عليه وسلم اندزا مالتا استلال فوللان النام انبرتا قرآن بممار بما استمر لاي لمن عند آية أتون من مناقات يمناقون لما يوقعوا الناس تمر الله سبحانه وتعالى قريا درقل لنا عندهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها باستلا الحديث حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه من إلى لؤ عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من إلى لؤ نبي صلى الله عليه وسلم أندي بلوال إلى والذي الذي يقرا القران وهو ماهر به قرانا ميك يقرا طرت بدن باستكاكلو فيدلوچون قط اقومو تجويدون منون كل النجر احكامون يزو ضابط هونو مع ما السفره الكرام البرره كملائكة لائكه اوشغار نو صلى الله عليه وسلم ان قرآن قرآن برتتن أزياد درجه لا يدرسن كما منون الله يدرغن تاديا ليلوچوس قرآن بدن بمكرات ما يجلوست وما يجلوتس أن ديتي أو من صلى الله عليه وسلم بزي واحد والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران نقر قرآن نميانب نقر جن يمي تشكر يميت يمي الدنكع كفسي عن في دلوتشو إياس تشكروت ማንበቡን ሲሞክር ሲያስተካክል የነበረው ደግሞ እንዴት ይሆናሉ ያስቸግረዋል ቁርአን ለሁ አጅራን ይላሉ ሁለት አጅሮት ሁለት አጅሮች አሉለት ይላሉ ነቢይ ሰለላሁ ወሰለም እንግዲህ ተመልከት ምንም አይነት ኪሳራ የለብህም ምንም አይነት የምትከስረው ነገር የለም ቁርአንን በማንበብ ወይ ደግሞ ከመላእካዎች ጋር ተሆናለ ወይ ደግሞ ሁለት አጅሮች ይኖርሃል ምንድናቸው እነዚህ አጅሮች ብለው ዑለማ ሲተነትኑ አጅሩ ልቅራአ ወአጅሩ ልመሸቃ ይላሉ ቁርአንም በማንበብ የምታገኘው አጅርና እንደገና ደግሞ በመቸገርህ ደግሞ ጥረት በማድረግህ ለማስተካከል እና ለማንበብ የምታገኘው አጅር ነው ይላሉ ታዲያ ኪሳራ አለው ወላሂ ያለው እምበርታ أن نقرأ قرآنا أن نرتبط الله سبحانه وتعالى قريار قرين لنا أهنم يا نبي صلى الله عليه وسلم بقرآن زوريا يا وسون حديثك كتر سفر الله جوم من إلى وأن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. متفق عليه. تملكتوا ይሄ ሀዲፍ ሁላችንንም የምንሰማውን ይሁን ያልሰሙንም ይሁን ወደፊት የሚሰሙንም ይሁን ማንኛውንም ሙእሚን ያካትታል ሁላችንንም በውስጡ ያጠቃልላል እስቲ ልብ እንበል ይሄንን ሀዲፍ እኔ ደግሞ ከዚህ ሀዲስ የምታዳምጠኝ ወንድሜ የምትሰሚኝ እህቴ የምታዳምጭኝ ልብ በሉኝ ሁላችሁም ይሄ ሀዲፍ እኔ ከዚህ ውስጥ የትኛው ቦታ ነው ያለውት ብዬ እራሳችንን እንጠይቅ ምን ይላሉ ነቢ صለ ላ ለ ወሰለም በዚህ ዲ ውስጥ ቁርአንን የሚቀራ ሙዕሚን ምሳሌው ይላሉ ልክ እንደ ትርንጎ ነው ይላሉ ለ ላ ለ ወሰለም ትርንጎ ደግሞ ማአዛው መልካም ጣዕሙ ደግሞ በጣም መልካም ነው ይላሉ አላሁ አክበር ታዲያም የቁርአን ባለቤት ከሆንክ ሁሌም ቁርአንን የምታነብ ከሆንክ በዚህ ደረጃ ውስጥ እንደምትገባ እትጠራጠር النبي صلى الله عليه وسلم كراسات شو انس أيضا من ناقروت الله سبحانه وتعالى بل ويالا شو النو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله سبحانه وتعالى من لنا يا آية وسط ላ የንጥቅ አን ልሀዋ ነቢይ صለ ላ ወሰለም ከራሳቸው አንስተው የሚናገሩት ምንም ነገር የላቸውም ከፍላጎታቸው ከስሜታቸው አይደለም የሚናገሩት ነገር ግን እንዴት ነው ታዲያ ኢላ ላ አላህ ስብሁ ተ ይ ያደረገላቸውን ያዘዛቸውን በሉ ያላቸውን ያሳያቸው ነው ነቢ ل ም የሚናገሩትና ልብ በል ወንድሜ ልብ በይእህቴ አንቺ ቁርአን ምትቀሪ አንተ ቁርአን የምትቀራ ሆንክ ሙሚን ሆነ ልክ እንደ ትርንጎ ሆነ አل ክበር ምንድ ነው ሳሌ ሌሳሌ ምንድ ነው መዛው በጣም ደስ የሚል መልካም ማዕዛ ያለው መልካም ሽታ ያለህ እንደገና ጣዕሙ ደግሞ መልካም የሆነ አይነት ነው ሌላው ደግሞ ቁርአንን የማይቀራ ሙዕሚን ምንድን ነው ምሳሌው ቁርአንን የማይቀራ ሙእሚን ምሳሌው እንደ ተምር ነው ምሳሌው እንደ ተምር ነው ተምር ማዕዛ የለውም ነገር ግን ጣዕሙ በጣም ጣፋጭ ነው جدي ما أزاي لهم شتى لهم مالت نودس يميل شتى سلزي مؤمن وندمي مؤمن أهتهوي قرآن النكرة بيان سبقا تنش قرآن تكت ان النكرة يمن نشلوني هال. لمن قل هو الله أحد كرتن عن لم لمن قل أعوذ برب الفلك لمن قل أعوذ برب الناس لمن قل إن أعطيناك الكوثر لمن والأصر لمن كلا كالل... كلا يميلون إن ሰላት ውስጥ የምንሰግደውን አይደለም ልብ በሉ ሰላት ስንሰግድ የምንቀራውን አይደለም ከቁርአን ከሰላት ውጪ ልንቀራ ይገባናል ቁርአን እናም እስቲ ደግሞ ይሄ የሙሚን ምሳሌ ቁርአን የሚቀራ ሙእሚንና ቁርአን የማይቀራ ሙእሚን ምሳሌ ከሆነ እንደገና ደግሞ እኔ ሙስሊም ነኝ ይላል በገሃዱ ስታየው ውስጡ ግን ኢማን የሌለው ሙናፊቁ من دنو يسو مسالي ملون نبي صلى الله عليه وسلم من إلى اللو منافق هونو قرآن يميك أراو مسالي إلى نبي صلى الله عليه وسلم عند أريتين إلى اللو ما أزاو ملكان بمسلم قرآن بَمَكْرَاتُهُ ما أزاو ملكان بمسلم نقر طعمه مرارانو إلى اللو أو إيمان لما የለም በውስጡ የተደበቀው በልቡ ውስጥ የደበቀው ካፊርነትን ነው የሙእሚንን ጥላቻ ነው የሙሚንን ጠላትነት ነው ታዲያ ይሄ ቁርአን የሚቀራው ሙናፊቅ ምሳሌ ከሆነ ቁርአን የማይቀራው ሙናፊቅ ምሳሌ ደግሞ ምንድን ነው አዎ ቁርአን የማይቀራው ሙናፊቅ ምሳሌው እንደ የቅል ፍሬ ነው ብትቀም ሰው مرارا بتشتو ما زاير اللونو نسأل الله السلامة والعافية الله سبحانه وتعالى كنزي أي كتبن الله سبحانه وتعالى مجمر عليك تتكسوت قرآن كميك كم أروت مؤمن الله سبحانه وتعالى يكتبن النام نبي صلى الله عليه وسلم بزي آينة ملك قرآن هل يم عند يا يا برتاتونال يا دفافرونال إيهم دو مولا راسا كنو تكمو راسات جنو ما أننا ما نتقوم راسات جنو من نو نبي صلى الله عليه وسلم كأمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق يتلالف للحديث من يلالو وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هي قال له النبي صلى الله عليه وسلم امام مسلم بزجبو حديث وسط الله سبحانه وتعالى لببل بزيب قرآن بمننا نبو قران بمنا فزوا قران الله سبحانه وتعالى درجون انديت مؤمنون ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما سو جن مؤمن چن قرآن يزو يميقرو يميستنتنو تدبر ميادرقو الله سبحانه وتعالى السن إبادة ميادرقو بتم مؤمنو چن بما فزميهون بما قراتميهون بتليا يهونيتا ميقرو تنمي كقرآن ግንኙነት አድርገው ሙጥኝ ብሎ ከቁርአን ጋር የማይለያዩ ሙእሚኖቹ ምን ያደርጋል አላህ ስብሓን ወተላ በዚች ዱኒያ ላይ እያሉ ከፍ ያደርጋቸዋል አላ ስብሓን ደረጃቸውን ይጨምርላቸዋል በሙሚኖች ዘንድ ትልቅ ቦታ ይኖራቸዋል በአላህ ዘንድ ትልቅ ቦታ ይኖራቸዋል ነገር ግን እንቢተኞችን አላህ ስብሓንሁ ወተላ ምን ያደርጋቸዋል ያወርዳቸዋል ያዋርዳቸዋልም ዝቅ ያደርጋቸዋል ውርደት እንጂ ሌላ አያገኙም ማለት ነው አላህ ስብሁ ወተዓላ በቁርአን ከፍ ከሚሉት አላ ስብ وተላ ይከትበን እንግዲህ ነቢ صለ لل ل وሰለም በዚህ መልክ ቁርአንን የሚያነብ የሚያፈዘውን አላ ስብ ተ ከፍ ቢያን እንደሚያደርገው ያወሱናል ማለት ነው እንዲሁም በሌላ ዲ ውስጥ وأن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل كان رجل يقرا سوره الكهف وعنده فرس مربوط ب بشطنين فتغشيه الصحابه فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينه تنزلت للقران ان قد الله سبحانه وتعالى قران لم راسو سو سكينه يدرك ملائكة وردو وردوا يدمططال تملكت درجه ليونو ليونو الله سبحانه وتعالى كف يا رجل قران نبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين لالو مك أن ينت ويدقمو كنات به نجر على اللم لالو لا حسد إلا في اثنتين ከዚህ ውጭ አይፈቀድም ሐሰድ ሲባል አልግብጣ የሚባለው ማለት ነው ምን ይላሉ ነቢ ስለ በሁለት ነገሮች ካልሆነ በስተቀር ቅናት የለም ወይ ደግሞ አይፈቀድም ይላሉ እነሱም እነዚህ ሁለት ነገሮች ምንድ ናቸው አላህ ስብሓንሁ ወተአላ የቁርአን እውቀትን ሰጥቶት ቀን ከሌሊት በሱ የቆመበት በማስተማር በመማር በሰላት በቅያም ሰላትን እየሰገደበት ግለሰብ እንዲሁም ይሄ የመጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አላህ ገንዘብ ሰጥቶት ቀን ከሌሊት የሚመፀውተው ነው ብለዋል ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት መሰረት ስለዚህ ወንድሜ ቁርአን የምትችለውን ያህል ስራበት በመማር በማስተማር በማስተማርና እንዲሁም ደግሞ በሱ بمسجد لليتن, لليتن. بتنس بالتانس سوسرك ألم من اتسجدبتم، أم مسرك ألم من اتسجدبتم، هو لا ترك ألم من دبتم يم التشلون يا هل تسرى الله سبحانه وتعالى أجرون كفة يا رجل هل. النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بلوان. ቁርአንን መቅራት በአንድ ፊደል አስር ደረጃ ታገኛለ አላህ አንተን የአንተን እክላስ የአንተን ቅንነት የአንተን ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብለ መቅራት ካየ ደግሞ እጥፍ ድርብ የሌለው እጥፍ ድርብ ቁጥር ስፍር የሌለው አላህ ስብሓን ወተአላ አጅሮችን ምንዳዎችን ይከትብልሃል ይህንን ባለፈው በሌላ ቪዲዮ ስለ ተወያየንበት እስቲ ዝርዝር ውስጥ አልገባም እንዲሁም لب بال أهون أنت مؤمن هوي أنت مؤمن مؤمن هوي إهن الحديث لب بلش للتسري بتي جباشال لب بله للتسرى وندمي سرت هبتم لليلو ما سمات لليلو ما سوق على لب نبي صلى الله عليه وسلم من إلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب بلوال الله يا رب كن نسوء يا رب كن يا الله يا الله كن نزيء التادرقن واندمي سمين اهتي سمين نبي صلى الله عليه وسلم الزيغا من دني يالوت انين يمي تقس نغر نو ويس انين ما يتقسون ما يتقس نغر نو بلن لب بلن ان وقعوا ايهنن حديث ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب بلا النبي صلى الله عليه وسلم بوسطو كقران انداج نغر يليله በልቡ ውስጥ ቁርአንን ምንም ያለያዘ ምሳሌው እንደ ኦና ቤት ነው ብለዋል ያ አላህ ተበርከት ወና ቤት ምንድን ነው ከወና ቤት አንተ የምትጠብቀው ያ አላህ እንግዲህ እህቴ ሆይ ወንድሜ ሆይ ከቁርአን ትንሽም ቢሆን በልብ ውስጥ አድርግ ለምን አጫጭሮቹን አስር ሱራዎች አይሆንም كقول هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تبت يدا إذا جاء نصر الله قل يا أيها الكافرون إنا أعطيناك الكوثر أه والعصر لإلاف قريش الماعون أرأيت الذي يكذب الدين ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل أن الزين كان حفجي هو اللي هل هو اللي شو إيه حديث بني لا يتكبره أيهونا ما إن شاء الله سلزي ወንድሞቼ እህቶቼ ቁርአንን የፈለገ ነገር ቢዚ ቢያደርገን ልንተው የማንችለው ነገር ነው ዱኒያ እኮ ታልፋለች ነገ ዛሬ እዚ ውስጥ ኖረሃል እኮ መኖሪያ ቦታ አደለችም ዱኒያ አንተ እኮ የተፈጠርከው ለዚህ አደለም ቤት አለ አባትህ ለቆ የመጣበት ቤት ያውም ጀነት አዎ አባታችን አደም ከጀነት ወደዚህ ወረደ እኛ ደግሞ ወደዛ እንሻአላህ መመለስ አለብን ከነዚህ እዛ ከመያደርሱ ነገሮች መካከል ቁርአን ነው ለዚህም ነው الله بلو يوم القيامة سن السب السب الله مني يلانال يا قرآن بالبيت كونك بزي آينات قرآن المتكارا كونك يا متشلون يا هل كون الله سبحانه وتعالى جر أرغو اللي هلون دمو كافسك يا الله أنت ليو سونا نقرقن استي درجة هاللنجر يجنة وسط يتو بوتا اندالله اوكاو لنجر سماين لنجر سمين اهتي انشي بوتاش جنة يتو اندمي درس بقران بيتشا سمين من الى نبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران اقرا ورتل اقرا ورق ورتل كما كنت ترتل في هذه الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح لببل عبد الله بن عمرو يا نبي صلى الله عليه وسلم بالدر وصاحب هونوت صحابي هونوت يا أبر بن العاص لِجِ هونوت عبد الله بن عمر عمرو بن العاص قبص عند الأرقوفة يا يهونوت امر بن العاص ك كان خالد بن الوليد قال اسلمنا يقبوت بالسباتيناو ويذموا بالستيناو يهجر أمت قويه تملكت امر بن العاص ايه ngdi يساتشو امر بن العاص من يلالو رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم من بلا والي لونال يقال لقارئ القران قران لم يقرا سو قران لم يفض تلك بشرى تلك مسراج يلوها النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي قرآن أمبب، لك بزج دنيا ستانب اهون اندمت كراو اهون اندمت تافزو اند نبرو يوم القيامه الله سبحانه وتعالى من لال اقرا وارتقي أمب تقرا قرانا دغمو ايا نببك زنبل ازار لم تقومو ود جنت درجه وطا الله سبحانه وتعالى ورتل ان دغنا دغمو يا جنت درجه وتش بهد قطر قرانا ترتيل يا درك ايا الله سبحانه وتعالى كما كنت ترتل في الدنيا بزج دنيا لاي ترتيل اند تارق اند نبرو تانب اند نبرو تقرأ اند نبرو تافز تهفز التارق اند نبرو كراي الله سبحانه وتعالى كزياس وان فان منزلتك عند اخر ايه تقراها እናም ቤትህ ደረጃ በጀነት ውስጥ ምን ጋ ነው ይለዋል መጨረሻ ቁርአን አንብበህ አንብበህ አንብበ ስታበቃ የምትደርስበት መጨረሻ ቦታ ላይ ነው ይለል ስለዚህ በጀነት ደረጃዎች ለመውጣት ብዙ ለመውጣት ከፈለክ ቁርአን ማፈዙን ጨምርበት ቁርአን ሁሌ መቅራቱን ጨምርበት ምን ይላሉ ኢማም ልከጣብይ ረሕመቱ ላህ የጀነት ደረጃዎች በቁርአን አያቶች ቁጥር ناتشو يالو بوطه قطر بكر قطر ايوه طاتي رالله ايوه طاتي رالله ايوه القرآن رالله منو قران حافز كهونك, كهونك. ضابط كهونك يا مجر شاو يا جنه درجه تدرسي هنا ل. يا الله يا ربي كان السؤال يا كريم كان السؤال يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا ذي الطول والاكرام يا الله كنسو نسو كتبن أنت بهلو نجر لاي شاينة من من مسان نجر يلم يا الله النام نبي صلى الله عليه وسلم يتلى يا يو بشرى وشن اسك امت او لنال باتالي 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 قرانن هولي مسجد استونو بأله بيت بيتونو لا الله بلو تسبسبو يميك اروتن من الى اتشوال نبي صلى الله عليه وسلم ليهو يهون بشرى عدر قوال من دنو منو. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله أكبر الله أكبر ما أنت ما اني وندموش سبحانه وتعالى زيد رجاء مدرسا يا الله يا ربي كان نسو كتبا يا حي يا قيوم كان نسو ادرغن يا ربي بزي حديث وسط كتوسط ادرغن من ميلو اي حديث نبي صلى الله عليه وسلم سوچ بالله بأ بيت تسبسبو يا الله مصاف يا نببونا يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم أيّة ما ماروت قرآن إي ما مارو يكمّت علّو تسبسبو أيّة نبّالو يمّا مارالو أندو أندو نيستمرال أندو ييكرال أندو يادمّث اللتال كزيس. من يون الله أتشوال عند الزياء نتسوّج الله سبحانه وتعالى بيتو تسبسبو قرآن نمّي قرآنون قرآن ميم من درجة الله أو النزيم من لا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى إلا نزلت عليهم السكينة الله سبحانه وتعالى أرجعته ونورد الله جوال الله كزاس أبك أمالتنا ينسو الله سبحانه وتعالى لن ميارجو إيه بيتشانو عدل من إلال الله سبحانه وتعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة يا الله سبحانه وتعالى أزند يا الله سبحانه وتعالى رحمت يا كاببات لال يا رب يا الله بأ الله رحمة استكابون من نورت مالتنا يميقوا يوت وحفتهم الملائكة ليلة جمارينا ملائكة وجه النسون شفنو كزج دنيا بزج دنيا لاي هنا ملائكة كبوس كمت وتملكت الله أكبر من لا النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى حديث است إن لله ملائكة سيارون يطلبون مجالس الذكر الله سبحانه وتعالى ملائكة وتشالد ملائكة بزو أين تناتشو الله سبحانه وتعالى بتلي يهني الله سبحانه وتعالى يمد. باتشو ሰማይ ሙል ያሉ እነዚህ ሁሉንም ሰማዮች ሞልተው ያሉ እነዚህ መላይካዎች አላ ስብሓን ወተላ እንደዚህ ለዚህ አይነት ቦታም አላ ስብሓን ወተላ የመደባቸዋሉ ምን ያደርጋሉ ኢነ ልላህ መላይከተን ሰያሩን በዚች ምድር ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ ምን ያደርጋሉ የጥሎቦነ መጃሊሰ ዝክር አላ ስብሓንሁ ወተላ የሚወሳበትን መጅሊሶች ይፈልጋሉ ይላሉ ከዚያስ ከተካገኟቸውስ ከባዋቸው ይቀመጣሉ ከዛ ይጠራራሉ እስከ ሰማ አዱንያ እስኪደርሱ ደርሱ ደ ያ ረቢ ከነሱ አድርገን ያ ረቢ ደረጃ የሚደርሱ አድርገን ከዚያስ አበቃ አላበቃም ገና ነው የነዚህ ችሮታ የአላህ ቤት ውስጥ ተሰብስበው ቁርአንን የሚቀሩት ችሮታቸው ልዩ ነው ምን ይላሉ ከዛ በኋላ ኢላ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند الله أكبر أنين أنشين أنتن أنين باريوش بسوزند الزيق يما نبال باريوش الله سبحانه وتعالى السوزند يا وسع الشوال الله يا رب يا ربك النسو كتبا يا ربك النزي أدرقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. እንግዲህ ተመልከት ወንድሜ ተመልከቺ እህቴ አላህ ስብሓንሁ ወተአላ ቁርአንን ለመማር በሱ ቤት ውስጥ ስንሰበሰብ ይሄንን ያህል ደረጃ ያደርሰናል ማለት ነው ታዲያም በዚች ዱንያ ላይ ይሄንን ከሰጠን ይሄንን ካደረገልን የው መልቅያማ ደግሞ ምን ያደርግልናል ምን ይላሉ አን አቢ ሁረይረተ ረ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حلة يا رب حلة فيل فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ ورق وتزداد بكل آية حسنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر من إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بستل لن حديث بزي حديث من إلى اللو تنسائي يوم القيامة سوتش أزّا أندزّا بزاج إنك كان إزيا سوتش عند حسنام بمين من يبت بزيا كان عند دقسرام بمن من يبث بزيا كان من إلى القرآن مطعنا. الله سبحانه وتعالى بهول من لاي لا يشينو إني نفترين أنت نفتره هول من جر يفترو إنس ساعات ترى رأوتشين يمنا يوني ما عنا شون يمنا شون الله سبحانه وتعالى بهول من جر لا يشينو من إلى البزيان كان قرآن مات أنا يا ربي جيتاي هو يا الله من إلى قرآن من اللي هو القرآن يا الله يا رب كان نسوا ينال القرآن جيتا يهوي قرآن لم كروسو من القرآن هوي يهوي أسوب ولال أسهم رويلال ألبس ولال الله أكبر الله أكبر يا ربي قرآن أسوب وكملاو تشو قرآن قال بساتشو يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام كزياس الله سبحانه وتعالى من يادر يكبر يا كبر زودي على بسوال الله سبحانه وتعالى الله أكبر يا كبر زودي الدر اللتال لقرآن بالبيت كزيام من إلال القرآن أبكى على بكام من إلال قيتاي هو يشأمر يا ربي زده يا ربي يشأمر اللتي كزام الله سبحانه وتعالى الله يكبر جيت يشمر اللتال يا لبسوال كزيام جيتا يهوي كسو يهونن درجيتون كله ودد اللتيلال يا الله سراون ودد اللتيلال اللهم سبحانه وتعالى كسو يهونن يود اللتال كزيام اندي هلال امبب كف بل بدن بجنه الدرجه وسط بيا انداندو انقص درجه كف يدرك الله أكبر يا رب يا رب يا رب أنت بهلو نجر لا إيشاين يا رب كنسو نسو يا رب من من مياك لزي يلم الله سبحانه وتعالى كان نسو يكتبا نجر جن يكرر نجر عل النات هلو أبات هلو أنت نيستمارو أرا النسو تشجرو أسبو له يستمارو ألو الله سبحانه وتعالى من هذا القلة هون الله أكبر لي جروتها وأن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والده والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان ماذا يقولان فيقولان بما, كس بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن رواه الحاكم والحديثان يحسن قديه حديث ليه هنا حديثنا نقرقن استيئه الحديث تفسير سان سما بفيت كسو بفيت عند حديث النسمانا كذابوا عليه هن الحديث لسان بزي ان اكتم الله أكبر يجيء القرآن لالو أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبي هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمى هواجرك وإن كل تاج تاجر من وراء تجارته وأنا لك يوم وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمين الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأس تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب يا رب أنا لنا هذا فيقولا في فيقال لهما بتعليم ولدكم القران الله اكبر. اي حديث لي حديثنا كزيك مجمر حديث كزي قال ست كل من الى علماء الحاكم من الى والحديثان يحسن احدهما الاخر انظر السلسله الصحيحه الالباني بس بس صلح صحيح بس سلسلة الصحيحه وسط صحيح هذا الربوت استي مني لا إن هادي ثوت مني لالي بجملة لا باتك علي اني ان نقوم الله اكبر ابشر لجهن يستمارك ابات ابشر لجشن يستمارك انات هوي ابشري قران بتلي ليو ادرقش اندمار لش والله والله ثم والله بزو بيتا سابوتشاك ምን ያደረጉ ልጆቻቸውን والله ከትምህርት አስወጥተው ቁርአን እንዲማሩላቸው ብቻ ያደረጉ ወላሂ እኛ ደግሞ የት ነው ታዲያ ከእነዚህ ሰዎች ያለ ነው ልጆቻችን ትምህርት ቤት ብቻ መስደድ አላህ والله እንደውም በቅርብ ከዚህ እኔ ካለሁበት ቦታ ወላ ትላልቅ ልጆች አራት አምስተኛ ክብል የደረሱ ልጆች ከትምህርት ቤት አስወጥጠው ወደ ሀገር ቤት ገብተው ቁርአን እንዲቀሩላቸው እያደረጉ ያሉ ወንድም እህቶች አሉ አላሁ አክበር ወላ በተለይ ሴቱን እህቶቻችን ወላ ወላ በልጦናል ወላ ወላ ይበልጦናል ማነኝ እስቲ ራስህን ተመልከት ወላ ስትመለከት ራስን ከሴት የምትበልጥ ይመስልሃል ወላህ ትበልጣት ስንት ወንድ ወላ ከሴት በታች ነው ሴት እህቶቻችን ለዚህ ደረጃ እኮ ያበቁ አንተን አንተ እንድትሆን ጥራ ግራ የደረሰችው ሴት እኮ ነች ጀዛቸውን በኸይር ይመልስላቸው እናቶቻችንን አላ በኸይር ጀዛቸውን ይመልስላቸው አባቶቻችንን ወላሂ ሴት እህቶቼን ወላህ የማቃቸው ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት አስወጥተው ልጄ ቁርአን ይማርልኝ ቁርአን ከተማረልኝ ቀጥልልኛል እችንም ዱኒያ አላ ስብንሁ ተላ ገር ያደርግለታል በአራም ደግሞ አላ ስብሓንሁ ተዓላ ደረጃውን ከፍ ያደርጋል እሷንም አብሮ ከፍ ያደርጋል ብላው ቁርአን ቤት ያስገባቸው አዳር ቁርአን ቤት ያስገቡ እህቶች ወላ ቁጥር ስፍር የላቸው አባቶችም እንደዛ ብዙ አባቶች አሉ እና አንተ ምን እያደረክ እስቲ ይሄ ይቅር እቤት ውስጥ ቁርአን እንዲቀራ እያደረክ ነው አንቺ እህቴም እቤት ውስጥ ልጅሽ ቁርአን እንዲቀራ እያደረግሽ ነው ወይ ደግሞ ቁርአን የሚማርበት ቦታ ውስታዞች ጋር አድርሸሽ ቁርአን እንዲማርልሽ እያደረግሽ ነው እንደዛ ካደረግሽ ይሄ ነቢይ ስለ ላሁ ያሉት ሐዲሶች አብሽሪ ታገኝዋለች ታገኘዋለሽ من إلى البزي بتلي بولتني حديث عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قرآن ما مالتم ومن قرأ القرآن وتعلم وعمل به قرآن يتمارع كزام يسر يسرابت ألبس والديه يوم القيامة تاجا بيت الناس أباتون ولا جوتشون يا لبسات شوال يا الله የውም አልቅያማ በዚያ በጭንቅ ቀን አንድ ሰው አንዲት ሐሰናትን በሚፈልግበት ቀን በዚያ ቀን ሰዎች አላ ስብንሁ ተላ ምንም የማይበድላቸው በሆነበት ቀን አንተ ደግሞ ሰውን ከበደልክ ያ በደልህ ከአንተ ሐሰናት ተወስዶ ለበደልከው ሰው የሚሰጥበት ቀን እነሱ ምን ይደረጋሉ ልጆቻቸውን ቁርአን ያስተማሩ ልጆቻቸውን ቁርአን በማስተማር ላይ የበረቱ يا الله كن يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام أبشروا لجو قرآن يسكراتشو أبشروا بزي حديث نبي صلى الله عليه وسلم أبسروا واتشوال من لالو نبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به وتألم وعمل به قرآن نكرر كزيام يتمارو كزيام يسر ألبس والديه يوم القيامة تاج من نور كنور يهونا كبرهان الله يهونا كابا يا لبس هاد شوال ويدا مزود لبس هاد شوال إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ضوءه مثل ضوء الشمس الله برهانو إلى الله لكن دا سأحي برهان هنا نو إلى الله الله يا رب كنا السؤال رجل يا رب النزيم سمونين يا رب سمتون يملا ليلو تشوم من مياستل دي سمو ያ ረ የዚህ ታጅ ለባሽ አድርጋቸው ያ ረቢ የዚህ ታጅ ለባሾች አድርጋቸው ያ ዩ ያቀዩ ሰርተንበት ቁርአንን ቀርተን ልጆቻችንን አስቀርተን እንዲማሩ አድርገን ልጆቻችን በዚያ በጭንቅቀን ይሄንን ታጅ የሚያስለብሱ ያደርግ ይሄ ብቻ ነው አደለም ወዩሳ ዩስ እናትና ባቱ ሌላ ምን ይደረጋሉ ሁለተይን ላ ተቆሞለም ዱኒያ እንደውም يا لبس قونجو ميدرغو بطل لبسوت يا لبساچوالي لا الله سبحانه دنيا بزج دنيا لا منم من مستكاكلاچ ويليلا نغر الله يا الله يا ربي كن نزيك تبن يا حي يا قيوم كن نسو يا ارحم الراحمين يا قيوم السماوات والاراضين يا رب انت بهو نقر لاي شاينة. يا رب انيا سنفنا اشنفونا يا رب بزج دنيا لايم ቢዚ ሆነናል እችን ዱኒያ ብቻ በማባረር ጊዜያችንን አሳልናል አንተ ደግሞ በሁሉ ነገር ያ ረቢ ቀላል አድግልን ያ ረቢ ጋር አድግልንና ልጆቻችንን የምናስተምር አድርገን ያ ረቢ ልጆቻችንን ከቁርአን ጋር የሚተሳሰሩ አድርገን ቁርአንን ደግሞ ሰርቀርተው የሚሰሩበት አድርገን ያ ሐዩ يا ذو الجلال والاكرام يا ذي الطول والانعام يا رب العالمين يا رب انت من ما يا رب يا ربك الله الارجلن والله باورا 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 ما يلوم القرآن قران باورا الله باور ما قوم يا نورو الله سبحانه وتعالى مؤجز يا درجو አላህ ስብና ተላ ልዩ ያደረገው ይሄ ቁርአን በዝጅ ዱንያ ላይ እያለህ ይህን ደረጃ ያድርሶ በየውም አልቅያማ እነዚህና የቀሩትን ደረጃዎች ሁሉ ያደርሰሃል ታዲያ ለምን አልቀራውም ለምን ልጆችን አላስቀራቸውም ዎ ወላ ልጆችን ስኮ ሁሌ እየፈራህላቸው ይሄ ዱኒያ ፍትና ያደርጋቸው ይሆን ብለህ እየፈራህላቸው ብለሽ እእየፈራሽላቸው አደለን ን ከቁርአን ጋር እንዲያያዙ ከቁርአን ጋር ጓደኛ እንዲሆኑ አድርጋቸው ከዛ በኋላ ምንም አትፍራ አላህ ስብሓን ወተላ ይጠብቃቸዋል ተመልከት በዚህ ዘመን የተጣመሙ ሰዎች ምንድን ያጣመማቸው ትክክለኛውን እንሰራለን ብለው የተጣመሙ የሆኑበት ምንድን ነው ሰበቡ ቁርአንን በስርአቱ ተምረው አውቀው ስላልሰሩበት ነው ቁርአንን እኮ ማንበቡ ብቻ አይደለም ምን ልንሰራበት ልንረዳው ይገባል አላህ Subhanahu Wa ቁርአንን አንብበው ተረድተው የሚሰሩበት ያድርገን ቀጥተኛው መንገድ የሚይዙት ሰላማዊዎች የሚሆኑ በቁርአን ሰዎችን ወደ እስላም የሚጠሩ በኃይልና በጉልበት አይደለም ሰዎችን በማፈንዳት በመጨፍጨፍ አይደለም ቁርአንን እኛ አውቀን ብንሰራበት ወላሂ ሰዎች ወደ እስልምናችን كأهون يبلط أي قرآن سلام أو يشند ميت عراه. قرآن من يلال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة برجعتانه سوتش ولا أسلم النام ما النام ما السلم كما درجات شن بفيد أراسات شن قرآن النام ببو إن الرداو إن نسرابت كذابها لا والله بنيا سرها በእኛ ከኛ በሚያዩት ብቻ ሰዎች ወደ ዲን ላይ ወደ ዲን ወደ ዲናችን ይጎርፋሉ ህንድና ስንድ እና አካባቢዎች ሰዎች ነው ወደ ስልምና የጎረፉትና የገቡት? አው ቁርአንን እነዚያ ወደዚያ ለንግድ የሄዱት ሰዎች በቃ ዲናችንን በسرዓቱ ይዘው ሲሰሩበት ስለነበረ አይታዋቸው ተደስተው ነው ወደ ዲን የገቡት አው እኛም የነሱን ፈለግ የምንይዝ መሆን አለበት ቁርአንን ትርጉሙን የምንረዳው ሰለፍ ሳሊህ ሰሓባ በተረዱት መልኩ መሆን አለበት እኛ በምንፈልገው አይደለም እኛ በመሰለን አይደለም እነሱ በተረዱትና ባስተላለፉልን መሆን አለበት ስለዚህ እንበርታ ወንድሞቼ አረዘምኩባችሁ ግን ወላሂ ከዚህ የበለጠ ባውራ ደስ ባላይ ነበር ነገር ግን ሁሉ ነገር መጨረሻ ይኖረዋል ህይወታችን ራሷ እኮ መጨረሻ አላት ከዛም በኋላ እናልፋለን ስናልፍ ደግሞ አላህ ስብሓንሁ ወተአላ እን የቁርአን ሰዎች ከሆንን ያ ይሄንን ቅድም ስናወራው የነበረውንን ሁሉና የቀረውን አላህ ስብሓን ወተአላ ያጎናጽፈናል የነሱ ባለቤት ያደርገናል እንበርታውን ድሞቼ እንበራታ ይሄንን ቃል ሰምተናል ለሌሎቹም እንዲሰሙ እናድርግ ሼር እናድርግላቸው እናሰማቸው ምናልባት ካንተ ሰምተው ወይ ደሞ ከአንቺ ሰምተው አንቺ ሼር ስላደረግሽላቸው ሰምተው ሰርተውበት የነሱን አጅር ታገኚ ይሆናል ስለዚህ እስቲ ሼር እናድርግ እናስተላልፍ ለወንድሞቻችን እናድርስ ምናልባት እኔ ባልሰራበት አንቺ ባትሰሪበት አንተ ባትሰራበት ሌላው ሊሰራበት ይችላል ሩባ ሙበለን አውዓ ምን ሳሚዕ ይላሉ ነቢይ ለ ላሁ ለህ ወሰለም ልብ በል ምናልባት ካንተ የሰማው ካንተ የበለጠ የሚሰራ ይሆናል ካንተ ከሰማ ደግሞ አጅሩን አንተ ከሱ ጋር እኩል ታገኘዋለ ስለዚህ ሼር እናድርግ እናስተላልፍ ይሄንን ኸይር እናድርስ ነቢ ስ ላሁ ለ ሰለም አያ ብለዋል አንድ አያ እንኳ ብትን አስተላልፎ ብለዋል ስለዚህ ምናልባት እቺ ነእቺ ስራ ምናልባት ምስክር ትሆንልን ይሆናል የውመልቅያማ አላ ስብሁ ተላ ለሱ ብለው የሰሩ ያድርገን ለሱ ብለው ይርን ያሰራጩ ይበለን እንግዲህ በመጨረሻ አላህ ስብነ ተላ በዚህ በተናገርኩትና ባልተናገርኩት ሁሉ ውስጥ በቀረብ ውስጥ አላ ስብ ተላ ያዘጋጀው ምንዳዎች ከሚያገኙ ያደርገን ያረቢ ረቢ ከነሱ አድርገን ያ የቁርአን ባለቤቶች አድርገን። من إلى <سؤال> اللون صلى الله عليه وسلم إن لله أهلون الله سبحانه وتعالى مرت أنالي لي يعد الرجاء شو سوّج بيت سوّج ما الناتج النزاع أهل الله وخاصته القرآن بالبيت وجنا شو يا الله لي جو مرت وجنا شو صلى الله عليه وسلم يا ربي كنسو كتبن ያ ረቢ ከነሱ ከትበን ያ ረቢ መንገዱንም ገር አርግልን ያ ረቢ መንገዱንም ቀላል አርግልን ያ ረቢ የምንሰራበት አርገን ያ ረቢ የውመልቅያማ ደግሞ በሱ ሰርተን ደረጃችን በጀነት ውስጥ ከፍተኛውን ደረጃ የሚያገኝ አድርገን በዝጭ ዱኒያ ላይ ደግሞ قرآن بلبيتوش كف يالونا يا ربي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا ذي الطول والإنعام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ربي اللال أرقلن يا رب قرآن سو تشارجن يا رب قرآن بلبيتوش تشارجن يا رب ليو يم من الناس تمر يم الناس كرا يم الناس يا ربي أمة الإسلام بقرآن من نكدم يا ربي كل يوم لسلام من نت بسلام من نور على يا ربي سلام تنيو على يا ربي بزج دنيا لاي بإسلام نورا بسلام نورا بأمنة نورا بإيمان نورا بإسلام لاي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بمثل وقال يمنا بك على يوم القيامة كنبي صلى الله عليه وسلم قربيت من نور بين جنة الفردوس يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام قد قلت ما قلت فإن كان صوابا فمن الله فإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان أن دات رسول أستلالفو لو ندمو تشاتشو أسمو الله سبحانه وتعالى بسمو تسوج كتر اتف درب أجراتشو ميكتب الله يا الله سبحانه وتعالى بميكتلو بخير يمن نجنان بسلام بطينا بدستا يمن السب السب عدرقن بخير الله يمن السب السب عدرقن اسكزيو درس بسلام كو يولين هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير بدو أن دات رسول وندمو تاتش مسلم وندمو بسلام دات رسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته